لكان ليش أنا طالعت لك ياها؟ مشان تشوفي بعينك، ماني حابة ورطك بهالجوازة، المخلوقة مصاب حماسية. والله بيطية يا بدور، الله يجزيك الخير، بس كتير تأخرتي لحكتي لي هالسيرة. لا أيو، أنا حالفة يمين لك أم حمزة، مو حلوة بنوم، بعدين البيوت أسرار، أنتي بتعرفيني، أنا سر ما بفشي. شرفي بدور. يا الله يزيدك شرف، عقبال ما نضيف بعرسك. صاي أم حمزة على سيرة العرس، أنا حابة أني صالحك أنت ودرية خانو. أنت بدك تصالحينا؟ إيه أنا بدي صالحكم، ليش هيك عم تقولي كأني ماني معبية عينك؟ لا بس قصدي أنه والله يا أم حمزة أنتوا الاثنين غاليين على قلبي، وحابة أنكم اثنيناتكم تكونوا بعرسي. عرسك؟ ليش بدك تتجوزي؟ مين رح تتجوزي؟ نوري أفندي. نوري؟ نوري ابن درية؟ ايه وابن اخوه لابو حمزه. لك متجوز عند اولادها؟ ايه مزبوط، بس ما اجى الصبي، ودريه خانم حابه تقرا فاتحتي عليه لانه ناطف قلبه على ما اجب للصبي. عرفتي ليش بدي صالحكم؟ رح نصير كلياتنا عيله وحده. ايه وين انا بقى بدي صف مع مين ولا مع مين؟ اتشقف انا بين اهلي وبين ناسي. شربتي الشاي تبعك؟ طالما رح نصير قرايبين معناها لا تعتبي علي ولا تاخدي على خاطرك إذا قلت لك إنه أنا مالي فاضية لهيك سردات وقصص وملامات. إيه؟ شو عليه؟ ذاتاً دايماً في حدا بالعيلة ما بينعتب عليه، وإذا كان مشان لنقود فلا تغلبي حالك، فضلك سابق أم حمزة. كلياتنا على هذا الطريق. طمنيني دريا خانو، إن شاء الله صرتي اليوم أحسن. ليش كيف كنت مبارح؟ انتي تعبانة كتير ومجروحة. وانتي برأيك كيف لازم كون وبنتي الوحيدة ماتت بأول عمرها؟ بهي معك حق دريا خانو، والله أنا وابني كمان قضينا ليلة ما بننساها من كتر ما بكينا على المرحومة. واضح. ايه بس مع هيك الحي أبقى من الميت، والفرح بروح الزعل. بس كأنك بكرتي شوي على هالجوازة. شو قصدك أم حمزة؟ واضحي حكيك. قصدي جوازة نوري على بدور الداية. منين جبتي هذا الكلام؟ هي اجت لعندي خبرتني بذات نفسها. مظبوط يا خانة، وأنا كمان هيك خبرتني. إمتى صار هذا الحكي؟ اليوم. بس بتعرفي عملتي زينة العقل، نوري وبدور كتير لاقين على بعضهم، طنجرة ولقيت غطاها. والله وقت اجت خبرتني فرحت لها كتير، وهي كانت منورة ومبسوطة. إن شاء الله بتتهني يا درية خانو، يا زينة ما اخترتي، وهي داية يعني على طول بين إيديكي. وإذا عاجبتك ليش ما بتاخديها لابنك حمزة؟ سبقتيني عليها وطلبتيها، إن شاء الله بتتهني. بخاطرك يا خانو تبقوا لا تنسونا وقت كتب الكتاب، والعمر إلكن وإن شاء الله ألف مبروك. محمود؟ نعم يا خانو. حاضر يا خانو. ها هي بدور خانو، أهلين بخطيبة نوري النشواتي. سكتي، مو طلعت درية خانم ما لها علم بهالقصة منوب؟ مين اللي قال هالحكي؟ لا قالها علم، وبالأساس هي اللي طلبت إيدي. عم تضحك عليكي، هي بعد مثل سنة قالت لي إنه هالقصة ما لها مزبوطة منوب. لا وأنتي صادقة، بتكون مو حابة تحكي قدامك، هي هيك درية خانم، هيك طبعاً يعني ما بتحب تحكي قدام المكيودين. بكل الأحوال بكرة بس تشوفيني على الأسكي بتجي بتباركيلي، بس لا تنسي تجيبيلي النقود، يكون النقود محرز يليق بمقامك يعني. ولي بدور صايرة وصايرة، شوفيلي درية بركي بتاخدني أنا كمان لابن حسن، يعني منصير سلايف منتعاون على شغل البيت. أول شي بدك تجلسي لسانك مشان تتعودي على كلمة بدور خانو، وتاني شي من وين لوين الدنيا مقامات حبيبتي. وعي هيك بدور الخانو
جوا قاعده بالعصريه بس. ايه بعرف. لا تفوتي لعندها، هل انت فوتي استنيها بالغرفه. شو ها؟ هي هيك طلبت. ليش بقى؟ ما بعرف، هي هيك بدها. اهلين يا خانم. اسمعيني منيح شو بدي اقول لك. اذا كنتي مفكره انك بتقدري تلويلي دراعي تكوني ما بتعرفيني منيح. هاي الحركات اللي عم تعمليها ما راح توصلك لمرادك. والله ما عم بفهم عليكي. لا عم تفهمي. اذا تاني مره بسمع انك حكيتي عن جوازتك من نوري لسانك بدي قصه قص. ما فهمت شو يعني. انت نسيتي انه زمرد ميتة على عيون الناس؟ الناس بلشوا يحكوا علي من تحت راسك، وانا بطبعي ما بحب حدا يجيب معدلي. والله ما بقصدي. بلا قصدك. انت عملتي هيك لحتى تحطي على عيني، بس انت اللي ما بتعرفي انه انا ما حدا بيجبرني على شيء. بدك تتجوزي من نوري تعملي اللي بقلك عليه، واذا بتعارضيني بصير في حديث تاني. لا ايوه، ما عاش اللي بعارضك، ما عاد عارضك بنوب بنوب. ها توبه، والله ما بقعدها. خلص انت فصلي وانا بلبس. بسيطه صحيح. انت ما سالتي حالك شي مره عمتك حسيبه كيف راح نظرها؟ كيف عميت؟ انتي شو بهمك؟ بدي اعرف، بدي اعرف وبس. من الله هيك صار. شلون بقى زبطت معك عمتي؟ هيك من الله؟ يعني نمتي بتشوفي، فقتي لقيتي حالك ما بتشوفي؟ ايوه نمت فقت لقيت حالي ما بشوف هيك. عمتي انتي ليش عم تكذبي علي؟ يا لعيونك الهي يا لطيف، شو قليلة أدب؟ في وحدة بتقول لعمتها أنت عم تكذبي؟ عيب؟ العيب على اللي بيعمل عيب، والكذب عيب. عمتي ماني حالي عنك لتقولي لي شلون راح نظرك؟ وليه بدور؟ أنت كنتي عند الرية مو؟ عمتي بدك تحكي لي، يعني بدك تحكي لي. ماني حالي عنك لأعرف شو السيرة. لك يا بنتي لا بقى تعذبي حالك وتسألي بشغلات مالك فيها. قومي شوفي هدول اللي دبيتيهم بخلقتي. لك بدي أعرف شو آخرتها بس. شلونك فريزة؟ أهلين يا أختي أهلين، محل محلك. أهلاً أهلاً وسهلاً. أهلاً ببدور خانم أشرقة الأنوار. خانم؟ ست الخوانم. والله ما حدا غيرك عرفان قيمتي. بس شو أعمل أنا كمان؟ كل شي بيطلع بإيدي عملته لحتى نتجوز، وانت يا نوري قاعد ما عم تساوي شي ولا طالع بايدك شي، عم تتفرج. لامتى يعني؟ روح وقول للخانم فهمها انه انت كمان بتريد لي وبدك يعني، مش عم تفكرني اني انا قاتلي حالي عليك وانت عم تتدلل. لك روقي شوي، ليش هيك طايش حجرك؟ مو هديك الخطره الخانم خصمتها؟ خلينا نعرف كيف بدنا ندبرها، كيف بدنا نظبط الامور ونوصل لمرادنا، بدنا شويه وقت. يلا ومنين بدي اجيب لك اياه للوقت؟ أنا شو ساوي لما النصيب بيهجم؟ مين بيعرف؟ يمكن يجي شي آغا يطلبني ويتجوزني وأنت لساتك قاعد وعم تتفرج. لك ما عاش لا آغا ولا سلطان ياخدك مني طول ما في بعروق يروح. بعدين بيني وبينك الخانم وعدتني. بشو وعدتك؟ وعدتني إنه نتجوز، بس في طلب بدي ياني نفذ ليا بالأول. وشو هالطلب بلا صغرة؟
شغلة خاصة بيني وبينها، أنت لا تاكل هم. المهم إنه بدي إياك تشد لي حالك وتفتح لي عينك وأنت عم تحاكيها، وترك الباقي علي. أحسن ما أروح من بين إيديك لك نوري وأنت قاعد عم تتفرج، ساعتها شو بينفع الندم؟ لمو تكرم عينك. مسيك حليت أمك. من إيد ما نعدمها. صغيرة يا كبير. بخاطرك. درب السلامة. لا بزمتي ما عاد فهمان شو عم بيصير.